قناة التعلم الإيطالية مع لارا أو إمبارا الإيطاليانو كل لارا. جالي فأنا مع إني أنا لسه منزلة فيديو امبارح، بس حبيت أنزله علشان الكل يستفاد، لأن طبعا هي الفكرة إن الناس تستفاد من القناة، ده الهدف الأول والأخير طبعا. طيب مبدئيا كده خلاص، في أنا عرفكم الإيميلات في العموم، وهنحاول نكتب مع بعض إيميل كده وهنشوف نموذج من الكتاب. طيب دلوقتي أنا هنا عندي إيميل رسمي. الإيميل الرسمي ده لما أجي مثلا أبعت إيميل لجامعة لمدير لشركة، دي كلها إيميلات رسمية. وإيميل غير رسمي لما أجي أبعت إيميل مثلا لصديق ليا قاعد في بلد ما، صديق بنتواصل عن طريق الإيميلات أو البريد الإلكتروني، أو دي وسيلة الاتصال الوحيدة، وده طبعا سؤال بيجي في الامتحان. طيب انا دلوقتي لما اجي اكتب الايميل الغير رسمي وخلاص للاصدقاء او بير لي اميتشي، بير لي اميتشي يعني الاصدقاء، هنعمل كده. اول حاجة لازم اكتب كارا او كارو، يعني على حسب اللي انا بكلمه هل هو ولد ولا بنت. فعلى سبيل المثال انا بكلم ماركو وهقول له كارو ماركو، بعديها فاصلة خلاص، وانزل تحت وتحت كلمة كارو بالظبط ابتدي اكتب. طبعا احنا عندنا اي ايميل لازم يكون من مقدمة وموضوع وخاتمة، فطبعا لازم اسأله عن هو عامل ايه، فهقول له كومستاي، كيف حالك، أتمنى أن كل شيء يكون بخير. سبيرو سبيرو كي توتو فادا بيني، يعني أتمنى أن كل شيء يكون بخير. طيب إحنا ما أخدناش فادا دي، خلاص حد يقول لي إيه هي فادا دي؟ يا جماعة هي فيربو أنداري، ولكن متصرف في حاجة اسمها الكونجنتيفو هنشرحه فيما بعد، ولكن احفظوها إن هي سبيرو كي توتو فادا بيني، أو ممكن أقول فورمة تانية سبيرو كي توستيا بيني، يعني أتمنى أنك تكون بخير. طيب بعد كده بقى هبتدي في الجزء ده خلاص، هحط اي حاجة انا عاوزة ابعت له الايميل، يعني مثلا هقول له ايه ايو بيني، يعني انا بخير خلاص. مثلا ممكن اقول له فادو اوني جورنو اللونيفرسيتا، يعني كل يوم بذهب الى الجامعة. invece tu cosa fai؟ invece tu cosa fai؟ يعني على العكس أنت ماذا تفعل؟ أقول له مثلا hai trovato un lavoro، يعني هل أنت لقيت شغل؟ وأجي أقول له مثلا come sta tua moglie، كيف حال زوجتك؟ e tua figlia، وحال ابنتك. خلاص فهنا ممكن نقول مثلا aspetto le tue notizie، يعني في انتظار اخبارك. اجي بقى لازم اختم، فاقول له مثلا i miei saluti، يعني تحياتي. اقول له مثلا ti abbraccio او ti bacio، يعني ارسل لك كوكولاتي خلاص. ولازم اختم باسمي خلاص، لان انا المرسل، او مثلا الاسم لوكا خلاص. يبقى انا لما اجي اكتب ايميل خلاص غير رسمي لازم كارو اوكي، وبعديها اسم الشخص، وبعديها مقدمة تمام، وموضوع ذات نفسه، وخاتمة اللي هي aspetto le tue notizie، واخيرا بختم بحاجة تي أبراتشو تي باتشو، واكتب اسم ايه اكنها دي الامضة. هنشوف ايميل اوريدي خلاص مكتوب عندنا من كتاب بروجيتو ايطاليا. طيب نكبر كده
هنا بيقول ايه؟ كارو جاني، خلاص اهي زي ما شفنا. كومي ساي، كيف حالك؟ ايو بيني، انا بخير. اوجي اي اون جورنو امبورتانتي بير مي، يعني النهارده يوم مهم بالنسبه لي. اسبيتو اتشينا، يعني منتظر على العشاء جينيفر، منتظر جينيفر. وناميكا أمريكانا، صديقة أمريكية كي كونوسكو دا تيمبو، التي أعرفها منذ وقت. نقطة. أيونا راجاتسا مولتو بيلا، هي تكون فتاة جميلة جدا. نقطتين. طب إيه هنا فايدة يا جماعة النقطتين؟ النقطتين دول فايدتهم للتفسير. أوكي فيردي، عيون خضراء، كابيلي بيوندي، شعر أشقر. بورتوروبو للأسف، بورتا أنكي يلسو في دانساتو، يعني هتحضر خطيبها سافيريو، اسمه سافيريو. أونو ستودنت دي ميديتشينا، يعني طالب في كلية الطب. أونا كوزا نون كابيسكو، يعني شيء لا أفهمه. بيركي جينيفر، لماذا جينيفر بريفيريش، بتفضل أون راجاتسو كي ستوديا، ولد الذي يدرس، لا زال يدرس أنكورا. أو نوومو كومي مي على رجل مثلي كياجا اون لافورو، الذي لديه عمل. تشاو لوكا، طبعا هنا زي ما قلت لكم ختم بعدها فاصلة وكتب لوكا، مضى هنا باسمه. يبقى كارو جاني، خلاص جاني دي المرسل إليه، لوكا الراسل. طيب هنيجي بقى بعد كده هوريكم حاجة تاني. طبعا الكتاب اللي انا شغاله منه ده هو كتاب بروجيتو ايطاليا، اوريكم حاجه تاني بخصوص الايميلات. هنا بيقول لي scrivere un email o una lettera informale o amichevole. informale vuol dire غير رسمية، amichevole خلاص يعني للأصدقاء. طيب هو هنا بيقول له كارو ألبرتو، عزيزي ألبرتو، أو كاريسيمو، كاريسيمو يعني غالي أو عزيز جدا، يعني مولتو كارو. وبعديها النقط دي كلها بكتب فيها خلاص الموضوع. لما جه ختم عندنا كذا طريقة ان احنا نختم بيها زي ما احنا شايفين كده. تي باتشو يعني ارسل لك قبولاتي، تي ابراتشو مقصود بيها ان هو يعني اكنه هيحضنه، تانتي باتشي او قبولات كبيرة كثيرة، باتشوني قبولات كبيرة، وسالوتي اي تحياتي. او ممكن اقول التوا اميكو صديقك، او لا توا اميكا صديقتك. أبرستو لنلتقي في وقت لاحق، تو لو حد مقرب من التاني. وأخيرا مضى باسمه زي ما احنا شايفين. طيب احنا طبعا عندنا il mittente، خلاص كي ماندا لا لترا، الذي يرسل الايه الخطاب او الجواب او الايميل. الديستيناتاريو كي ريتشيفي لا لترا بور الايميل، ديستيناتاريو اللي هو الشخص الذي يتسلم الخطاب او الايميل. طيب انا عندي هنا شوية اختصارات، خلاص الكاب، الكاب دي اختصار ايه؟ الكاب دي اختصار كوديتش دي افيامينتو بوستال، اللي هو كود المدينة، خلاص الكود البريد بتاع المدينة. وكتب لنا بريما ديلا تشيتا، اي انه يكتب قبل المدينة. عندي بعض اختصارات الالقاب، خلاص دي نعرفها برضو. دوت اختصار دكتوره، اي ان جي اختصار انجينيره، سي اي جي اختصار سينيور او سيد. هنا طبعا الدكتوره اللي هو الطبيب، انجينير المهندس، سينيور خلاص سيد. بعديها هنا دي اختصار سينيوره او السيده. بروف اختصار بروفيسور الاستاذ الجامعي، بروفيسوريسا الأستاذة الجامعية. طيب هنا بيقول لي بقى alcune espressioni utili per scrivere، يعني بعض التعبيرات المهمة للكتابة.
طب لو انا بعبر عن نتيجة esprimere conseguenza عندي quindi ودونكو اللي هما اذا. طيب لو بعبر عن حاجة تتعارض أو حاجة معارضة esprimere una posizione عندي invece على العكس comunque على أي حال al contrario على العكس برضه. بعد كده fare un'aggiunta يعني يعمل إضافة inoltre بالإضافة للكلام ده inoltre voglio dire يعني بالإضافة للكلام ده أنا عاوز أقول in più علاوة على ذلك non solo مش بس كده ما ولكن d'altra parte من ناحية أخرى. طيب لما أجي أختم بقى concludere una lettera oppure un email concludendo concludendo يعني خاتما جاي من verbo concludere يختم riassumendo riassumendo جاي من verbo riassumere يلخص infine في النهاية in altri termini بعبارات أخرى così وهكذا in breve باختصار. أتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو خلاص وإن شاء الله هنتكلم برضه عن الإيميل الرسمي أو كتابة الإيميل للجامعات أو الشركات عشان تعرفوا برضه خلاص متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشوفوا بقى الفيديوهات اللي أنا بنزلها اشتركوا طبعا في القناة تكتبوا لي أفكار إن ده برضه كانت فكرة جاية جات لي امبارح على الفيديو الأخراني اللي أنا نزلته. أشوفكم الحلقة الجاية تشاو.